معناها هو يؤمن بكونه السياسة النقدية بتاع نسبة الفايدة هي سياسة معناها مجدية لتخفيف في الأسعار، يعني لمقاومة التضخم المالي. ما عمليا أنه نشوفوا البنوك تقريبا على مستوى العام، البنوك المركزية كلها ماشية نحو التخفيض، حتى بالنسبة للبلدان اللي فيهم نسبة الفائدة المديرية ضعيفة، فما بالك احنا نسبة فائدة عالية جدا كانت السبب الأساسي على الأقل لانهيار قطاع مهم ومهم جدا في تونس، وهو قطاع البناء منذ سنوات وهو يسجل نسبة نمو سالبة، يعني ونعرف أهمية قطاع البناء والأشغال العامة على مستوى يعني أنه يعكس المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية، الصغار من الحداد للنجار للبناي ما شابه ذلك. هذا القطاع يعني تقريبا أعدم بالسياسة النقدية نتاع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اللي رفعناها تقريبا 11 مرة بعد 2011. مع الركود الاقتصادي اللي قاعدين نشاهدوا فيه، خاصة مع من أول وقت احنا توقعنا نسبة نمو اقتصادي ب 1.8% ولما تحصل إلا على 0.4%، وفي بداية هذه السنة كذلك يعني نشهد انكماش اقتصادي. كنا في الحقيقة ننتظر كمختصين في الشأن الاقتصادي ومتابعين للشأن الاقتصادي، كنا ننتظر في الحقيقة هل الترفيع هل تخفيض على مستوى نسبة الفائدة المديرية، لعل وعسى تصرح شوية هل قروض للسكن وتولي الكلفة متاع بناء مسكن أو اقتناء مسكن تولي كلفة ضعيفة وتدفع العائلات التونسية وتدفع المواطن التونسي باش يمشي في هذا الإطار، وبالتالي يحرك العجلة الاقتصادية يعطينا شوية دفع للنمو الاقتصادي. ما كناش ننتظروا هالحذر المبالغ فيه من طرف البنك المركزي، الخوف هذا المتناهي من أنه إذا كان هو يخفض نسبة الفائدة أن نسبة التضخم المالي سترتفع. ولكن احنا لاحظنا شهرين اللي كانوا نمشي في المقاربة اللي يتبناها البنك المركزي وعلى أساسها قاعد يحرك في نسبة الفائدة المديرية، قاعدين نشوفه وهو بدو يتضارب، لأنه نسبة الفائدة نسبة التضخم المالي شهرين متتاليين قاعدة تنخفض بالحساب معناها بالانزلاق السنوي، وبالتالي ما فماش مبرر انه ما نخدموش على الاقل بخطوه نتاع 100 نقطه. انا اقترحت 100 نقطه باش على الاقل يقع نوع من الانعاش الاقتصادي اللي نسحقوا له في الوقت الراهن، واحنا مازلنا بعاد برشا على المقدر اللي احنا هو في ميزانيه الدوله لسنه 2024 احنا قدرنا تقريبا نسبه نمو 2.1%، واحنا الى حد الان في 0.6%، وباش نحققوا 2.1% يلزمنا في الثلاثي الثالث والثلاثي الرابع على الاقل نسبه نمو تاع 3.5%. اللي كان باش نواصلوا احنا في السياسه النقديه هذه نتاع المانتيان تاع تو دانتري، معناها يعني هذه تزيد تسهم في مزيد الانكماش في الاقتصاد، خاصه انه الفتره القادمه اللي احنا قاعدين نعملوا عليها على اساس باش نوصلوا شويه لنسبة النمو المقدرة هي فترة انتخابية من امتياز، وبالتالي معناها ما 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 فماش انعاش اقتصادي. هذا هو عنده انعكاس سيء، على خاطر وقت نسبة النمو الاقتصادي تنخفض الموارد الجبائية للدولة تنخفض تباعا، وبالتالي سياسة التعويل على الذات اللي شعار الحكومة الحالية هي شعارها أنه التعويل على الذات اشتيح في الماء من جراء الإصرار على مستوى المواصلة في نفس السياسة. بعد كنت تتوقع أنه 7% على قليلة مشروع لنسبة الفائدة المديرية، كنت نتوقع مينيموم ب 100 بوان. 100 بوان موشي بش يأثر برشا على التضخم المالي من الجانب النقدي، لخاطر احنا توا يعني فما مشكلة كبيرة برشا على مستوى التصور بتاع البنك المركزي اللي يعتقد هو أنه التضخم المالي الناتج من قروض برشا للاقتصاد، أور
ايش يلزم يعمل؟ يقول لك احنا العائلة التونسية قاعدة تقترض وقاعدة تستهلك المواد الموردة، يلزمنا احنا ان نرفعه في نسبة الفائدة باش تنقص الاقتراض وينقص الاستهلاك. اور وقت اللي يزيدوا في نسبة الفائدة هما الاقتراض مواصل، خاطر الاقتراض الحجم الكبير منه مش من العائلة التونسية، من الدولة. الدولة هي اللي قاعدة تقترض بمبالغ كبيرة وكبيرة جدا. احنا عندنا نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى حدود موفى جوان 2024، يعني استنفذت الحكومة التونسية كل ما قدرته في ميزانيتها ب 2024 على مستوى الاقتراض الداخلي. وبالتالي اللي قاعد يقترض هو الدولة. انت كي ترفع في نسبة الفائدة المديرية او تخليها يا اخي باش تنقص في الاقتراض، التوانسة هم اللي قاعدين ينقصوا في الاقتراض، والقطاع تاع البناء والسكن وغيره من القطاعات على خطر الكلفة. نسبة الفائدة هي كلفة على مستوى الاستثمار. شكون قاعد ينقص في الاقتراض؟ هم ما لقاوش مش ينقص، هم السيولة كل ماشي للدولة، ما عادش فما سيولة للعائلات التونسية ولا للمؤسسات الاقتصادية ولا للاستثمار. انكماش معناتها باش ينقص الاقتراض والدولة تقول لك لا ما عادش نقترض من عند البنوك، لا ما عنده حتى معنى. عندنا انجاب، عندنا فجوة كبيرة توا الوقت الحاضر اللي احنا ما تمكناش باش نعبوا الموارد الخارجية، وعندنا فجوة اللي لازم نحولوها الاقتراض الداخلي. نحولوها الاقتراض الداخلي، اي انت ايش تعمل باش ترفع نسبة الفائدة باش تنقص زعما الاقتراض نتاع الدولة تجاه البنوك؟ ما عنده حتى معنى. واضح. شكرا جزيلا استاذ رضا شكونديري، استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه، قراءه لابقاء البنك المركزي على سعر الفائده الرئيسي في مستوى 8% دون تغيير.